رجل تقدم به السن وعايز يختم حياته بحاجة كويسة، يعني عمل برضو يتشبث به يقابل ربنا به. ففي يوم كان الإمام بيصلي بيهم زي كده، وهذا الرجل المسن بعد الصلاة تقدم اخترق المصلين وقعد جنب الإمام، قال له يا إمام علمني شيء ينفعني. نفس الكلام بفطرة كده، دلني على شيء ينفعني. الشيخ اللي كان بيصلي بيهم يقول لك أنا في الوقت دوت كل الأحكام طارت مني، ده فجأة كده سألني سؤال مش لاقي حاجة إلا حديث واحد بس اللي أنا افتكرته في الوقت ده. قال له إيه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث اللي كل حفظه. الراجل ما كانش يعرف الحديث، لما سمع الحديث قال له قوله لي تاني. ليه؟ قال له عايز احفظه. فقاله تاني، قال له قوله تالت، قاله تالت، حفظه الراجل، خرج مسك الحديث وخرج. شوف عمل ايه الراجل، يخرج راح بيته، راح مجمع زوجته وأولاده وقعد في فوصهم كده وقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، وقال الحديث كله ليهم. ذكر لله تبارك وتعالى. الرجل ما اكتفاش بكده، بقى يخرج وهو رايح يشتري الفطار يقابل الرجل في المطعم يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، يروح الفرن يقول لصاحب الفرن، يقابل اي حد من زمايله اي حد من جيرانه. الرجل اتشهر بايه؟ ما بقاش عنده، هو ما يعرفش غير الحديث ده، قال لك هو ده اللي اخش بيه الجنه، هي دي بقى بضاعتي اللي هقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. الراجل اتشهر في المنطقه، اقول لك الراجل اللي يقول لك كلمتان خفيفتان على الميزان على اللسان. بس شوف بقى فضل الذكر البسيط دوت، ان انت لو عشت على حاجه بتموت عليها. الراجل ده في مرض موته، كان في مرض موته اصيب بجلطه دخل فيها في غيبوبه ايام طويله قوي، فضل ولاده رايحين جايين في غيبوبه ما خرجش منها، الدكاتره بيتابعوه ما خرجش من غيبوبه. في يوم اولاده واقفين حوالين السرير، الدكتور بيكشف عليه واذا بهذا الرجل يفيق من الغيبوبه. قدامه فتح عينه لقى اولاده حواليه ولقى الدكتور ماسك السماعه بيكشف عليه. يوم يعمل ايه؟ قال له يا دكتور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعدها ايه؟ مات. هو قام يقول الذكر ويموت، فاضت روحه. بس مات على ايه بقى؟ شوف مات على طاعة، على ذكر الله تبارك وتعالى. عارف العجيب في الموضوع ايه؟ الدكتور بقى نفسه اللي هو ذكره بالحديث كان دكتور نصراني اللي بيعالجه، هو قام قال الرسالة وبس. يقول لك هذا الطبيب ظلت هذه الكلمات تتردد في نفسي وفي أذني، فضل يتردد الكلام في نفسه إلى أن بحث عن الإسلام وبعد ذلك دخل الإسلام. في ميزان حسنات مين؟ الراجل البسيط.